شهدت العوامية الشرقية السعودية تنظيم فعاليات موكب الشهداء الرابع بمشاركة شبابية ونسائية، حيث طافت حشود الشبان شوارع البلدة رافعين صور الشهداء والمعتقلين في السجون السعودية، وطالب المتظاهرون بالقصاص ومحاكمة قوات النظام المتورطين بقتل الشهداء الأربعة الذين سقطوا خلال التظاهرات السلمية الشهر المنصرم، وطلبوا بعزل حاكم المنطقة الشرقية محمد بن فهد. إلى ذلك نظمت حرائر القطيف مسيرة نسائية حاشدة رددنا خلالها هتافات تنادي برحيل حاكم المنطقة الشرقية وإطلاق الحريات السياسية في البلاد. وقد تعرضت المسيرة السلمية لإطلاق النار بشكل عشوائي من مجموعة مسلحة تبين أنهم مرتزقة من الهنود والباكستانيين الذين لجأوا إلى مركز شرطة القطيف. دعت جمعية التنمية والتغيير في السعودية دول مجلس التعاون إلى الاعتراف بمطالب شعوبها المحقة في الإصلاح المتمثل في المشاركة الشعبية في صنع سياسات دول المجلس. وعقب دعوة السعودية لتشكيل اتحاد بين دول المجلس على خلفية التظاهرات المطالبة بمشاركة سياسية وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، اعتبرت الجمعية أن الدعوة للاتحاد هدفها محاربة التغيير الذي يقرع أبواب هذه الدول، كما دعت حكام دول المجلس إلى الكف عن إنفاق الأموال على وسائل الإعلام لتلميع صورهم بالخارج ويتعين إنفاقها على معالجة مشاكل الشعوب. وأشارت الجمعية إلى أن وقوف دول المجلس سدا منيعا في وجه الربيع العربي لا يزيد شعوبها سوى الإصرار في المطالبة بالحقوق.